الكل يعرف العلاقة القوية اللي تجمع بين كل من أنس الشايب وبيسان إسماعيل، وكيف يظهروا حبهم الكبير لبعض على السوشيال ميديا، حتى أنه طلعت إشاعات وأخبار مؤخرا عن إمكانية إعلانهم عن خبر خطوبتهم في الأيام المقبلة. ولكن وقبل أيام قليلة اتفاجأ الكل وخاصة متابعينهم ومحبينهم مع بعض عن وجود إشاعات عن خلاف بينهم، أو بالأحرى انفصالهم. فهذه الإشاعات طلعت بناء على تحليلات وتحقيقات الجمهور، فمعروف عن أنس وبيسان تواجدهم الدائم مع بعض وسفرهم مع بعض، وهذا ما شفناه لعدة أيام سابقة. فآخر ظهور لأنس وبيسان كان بتركيا من بعد إحياء بيسان لحفلتها الخاصة هناك، فبعد عودتها لدبي توجه أنس للأردن. أما بيسان ومن بعد تواجدها بحفلة عيد ميلاد سدرة من دون أنس غادرت دبي متجهة لروسيا. فبعد أيام قليلة من وصول أنس للأردن أعلنت بيسان وفاجأت الجميع عن تواجدها بالأردن، وتم استقبالها بالمطار استقبالا حار. وهون بلشت شكوك المتابعين تزداد وطرحهم لعدة أسئلة، من بينها ليش ما استقبلها أنس بالمطار وليش ما التقوا ببعض بالأردن؟ لا تقضي بيسان أيامها بالأردن برفقة والدتها؟ ليفاجئ أنس الجميع بسفرة مفاجئة لفلسطين ووثق وصول الأراضي الفلسطينية مبارحة. فكل هالإشاعات عن نهاية علاقتهم لم تؤكد من أي طرف منهم لحد الآن، فالبعض من المتابعين شاف أنها ممكن تكون مقلب أو حتى فكرة جديدة لإثارة الجدل والأنظار عليهم، والبعض الآخر شاف أن انفصالهم حقيقي، خاصة من بعد ما شاركت بيسان هالستوري من بعد وصولها للأردن اللي علقت من خلاله بي الأفعال هي التي تؤكد صدق المحبة، أما الكلام فالجميع يتكلم. فشاف البعض أن هذا الستوري موجه لأنس وهو المقصود به، أما أنس فصرح أنه شهر 10 حيحمل الكثير من المفاجآت. فالسؤال المطروح حاليا، هل حقيقة انفصل بيسان وأنس، وهل ما رح نرجع نشوفهم مع بعض نهائيا؟ والجواب حنعرفه مع مرور الأيام. فاشتركوا بالقناة وفعلوا زر جرس التنبيهات ليوصلكم كل أخبار اليوتيوبرز أول بأول.